اهلا بكم. لو اتاخرت او اتاخرت في علاج هرش في الودان، قلت ده شيء طبيعي، احنا بنهرش او كتير جدا مننا بيلعب في ودان وبيهرش فيها بقاله فتره طويله، وقلت ده عادي اكيد هيحصل مضاعفات. من ضمن مضاعفات الهرش في الودان واللعب في الودان والحكه في الودان فتره طويله ان هو ممكن يكون بسبب فطريات، والفطريات بتتكون وتزيد ممكن تعمل ضعف في السمع. الفطريات بتزيد وتعمل مشكله، تعمل خراب في الاذن الخارجيه، كمان بتعمل الام. وكمان في حاجه خطيره جدا، لو بتلعبي في ودنك بودانه او ببنسه وحد من اللي حواليك يهز ايدك ممكن تعمل تتزق وتوصل للطبله وتعمل ثقب في الطبله. عشان كده نصيحتي لاي حد عنده هرش في الودان ان هو يستشير اقرب طبيب انف واذن. مع تحياتي دكتور هشام ابراهيم.